دولاب مقام البيات. الدولاب هو عبارة عن مقدمة موسيقية تشتغل الفرقة كاملة بالعادة، وبيجي بعدها تقسيمة لآلة منفردة أو موال. يعني هي بالمجمل مقطوعة موسيقية لتركيز ركوز المقام أو تركيز الأذن على ركوز المقام. بكون دائما ميزانها أو إيقاعها إيقاع بسيط، يعني ثنائي أو رباعي وثلاثي أحيانا. عندي اليوم شكل من أشكال دواليب مقام البيات. رح ناخذه طبعا مقام بيات الري، ري نصب بيمول، فا صل، لا سي بيمول، دو ري. الدولاب على إيقاع الملفوف أو إيقاع اللف بيبدأ إس لا سي دو ري دو ري سي لا صل. إس صل لا سي دو سي وسي هون بيكار. صل لا سي دو سي دو لا صل فا. صل لا سي لا سي صل فا مي. اس ري مي فا صل فا لا فا مي صل فا مي مي ري ري. وبيرجع بعدين بنعاد من البداية. بيرجع بيساوي ري دو سي لا صل فا مي ري مي فا مي فا مي ري. بعيد الجملة الأخيرة من الجواب. ري دو سي لا صل فا مي ري مي فا مي فا مي ري. دائما نهاية الدولاب بتكون تباطؤ تدريجي أو نسميها ريليتشن، يعني بينهي بشكل تباطؤ تدريجي، فبتكون النهاية ري مي فا صل فا لا فا مي صل فا مي مي ري ري دو سي لا صل فا مي ري مي فا مي فا مي ري. صار دولاب كامل من البداية. بهالشكل نكون سوينا بإيقاع اللف، يعني سوينا نحن ¶¶